العين المجردة لا تستطيع تحديد حالة الماشية السليمة منها من المرضى والمعروضة هنا في نقاط البيع. المؤهل لهذا العمل هم البياطرة الذين إليهم يرجع التسليم الرخصة البيطرية التي بمقتضاها يتمكن الموال من ولوج نقاط البيع حسب مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري. كل حيوانات متنقلة تتنقل بشهادة بيطرية. لما هذه الحيوانات تصل إلى أماكن البيع، المصالح البيطرية على المستوى المحلي تتنقل إلى هذه الأماكن وتقوم بمعاينة الماشية، يعني تقوم بالتفتيش الصحي، يشوفوا الحيوانات هذه سليمة ماشي سليمة، يشوفوا الشهادة الصحية إلى كاينة موجودة وغير موجودة، ويعطوا النصائح للموالين باش يعني السوق تاعهم يكون سليم إن شاء الله. التجنيد الأكبر يكون يوم العيد لألف وخمسمائة بيطري لمرافقة عملية النحر والسلخ والتأكد من سلامة الأضحية وخلوها من الكيس المائي بعد التأكد من عدم إصابتها بما يعرف بالحمى القلعية. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de cas, mais ce n'est pas على ماشية صغيرة, sur les petits ruminants. الحالات اللي رأيناها على الماشية الكبيرة, les grands ruminants. كل الولايات اللي كانت فيها بؤر الحمى القلعية قمنا بقضاء على الحيوانات المريضة. السادة الولاة يعني قاموا اتخاذ بقرارات باش يراقبوا التنقل ويمنعوا الأسواق، ولكن بعد مدة معينة نقوموا بفتح الأسواق إلا للمشية الصغيرة. ظهور أعراض التعفن على بعض اللحوم للسنة الماضية كان بسبب التسمين السريع للماشية طمعا في الربح السريع. الظاهرة تم تحذير الموالين من تكرارها، وكل مخالفة سيقابل أصحابها بعقوبات في حينها.